منذ ما يقرب من 80 عاما كان مشروع الجزيرة وسط السودان المصدر الوحيد لخزينة الدولة في توفير العملات الصعبة. أكثر من 2 مليون فدان هي مساحة المشروع المروي انسيابيا من خزان سنار على النيل الأزرق، فالمساحة المستغلة من أراضي المشروع الآن تصل إلى 10% فقط، ما جعل قيادات المزارعين تنادي بتدخل الدولة لإنقاذ المشروع. احنا قلنا دايرين تغيير او تاهيل وتحديث للري لنظم الري حقيقه عشان نستفيد من المساحه الموجوده كلها. فتدريب المزارعين والروابط كلها ما تدربت، ده كل شغل بتاع دوله. عوامل كثيره على راسها توقف دعم الدوله وصياغه قانون جديد للمشروع ادت لتراجع الانتاجيه حسب مختصين. مشروع الجزيره الان يكاد ان يكون اصابه العطب التام، وتوقف عن أداء دوره القديم اللي كان مناط به فيما يختص في مساهمته في الاقتصاد الكلي، وفي كمشروع يمثل مصدر دخل كثير من شرائح المجتمع السوداني من مزارعين وموظفين، وحتى مساهمته في المصانع التي تستوعب كثير من أهل الجزيرة. واقع مشروع الجزيرة يبدو صعبا ومعقدا في الوقت الراهن، حيث انهيار البنية التحتية للمشروع من جسور وقناطر وغيرها، إذ تحتاج عملية إعادة بنائها إلى أكثر من 800 مليون دولار. الآن نحن نعد العدة لتكوين بيت خبرة محلي وبيت خبرة أجنبي لعمل الدراسات الفنية، ومن بعد ذلك نقدمها لوزارة المالية الاتحادية لإيجاد قرض من الصناديق العربية أو من الصناديق الدولية لتنفيذ تأهيل مشروع الجزيرة. قلة التمويل وعدم التخطيط السليم عوامل أدت إلى تراجع الإنتاجية في مشروع الجزيرة الذي كان يمثل عماد اقتصاد السودان، فما لم تتم مراجعة كافة القوانين والاعتناء بالزراعة فإن الاقتصاد الزراعي السوداني سيتدهور إلى الأسوأ. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، ولاية الجزيرة، ود مدني.